لم تزل عام 2020 تفاجئنا بالمزيد والمزيد من المفاجآت والكوارث، فقد فقدت كرة القدم واحدة من أعظم أيقوناتها وواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بفضل مهاراته المذهلة وشخصيته الاستثنائية. لقد قادت موهبته العجيبة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم عام 1986 والتألق بقميص كل الأندية اللي لعب فيها تقريباً. إنه الفتى الذهبي ديغو أراماندو مارادونا، ليغرق العالم بأسره في حزن عميق عقب الإعلان عن وفاة مارادونا الأسطورة الخالدة التي ترعرع الكثيرون على مشاهدتها. لطالما عانى مارادونا من عدد من المشاكل الصحية، ففي منتصف الثمانينات حتى عام 2004 كان مارادونا مدمن على الكوكايين، وهو الشيء الذي بدأ يؤثر في قدرته على لعب كرة القدم. كما أن مارادونا كان يعاني من السمنة، حيث كان يزن 130 كيلوغرام، فقد كان بديناً منذ نهاية مسيرته الكروية حتى خضوعه لعملية جراحية بكولومبيا في عام 2005. وقال جراحه إن مارادونا سيتبع نظاماً غذائياً لمدة 3 أشهر من أجل استعادة وزنه الطبيعي. وبعد ذلك بوقت قصير ظهر مارادونا في الإعلام مجدداً، وظهر بشكل أنحف من السابق بشكل ملحوظ. وفي 29 من مارس من عام 2007 أعيد مارادونا إلى مستشفى في بوينس آيرس، وعولج من التهاب الكبد وآثار تعاطي الكحول، وخرج من المشفى في 11 من أبريل. وكانت هناك شائعات مستمرة حول صحته، بما في ذلك 3 إشاعات كاذبة بوفاته في غضون شهر. وفي 7 مايو من عام 2007 ظهر مارادونا على التلفزيون الأرجنتيني وقال أنه ترك الشرب وأنه لم يتعاطى المخدرات منذ 2.5 عامين. وفي يناير من عام 2019 خضع مارادونا لعملية جراحية بعد أن تسبب فتق في نزيف داخلي في معدته. وفي 2 نوفمبر من عام 2020 أدخل مارادونا المستشفى في لابلاتا لأسباب نفسية على ما يبدو. وقال ممثل مارادونا بأن حالته ليست خطيرة، وبعد ذلك بيوم خضع مارادونا لعملية جراحية طارئة في الدماغ لعلاج ورم دموي تحت الجافية. وأخيراً في 25 من نوفمبر عام 2020 توفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عام بنوبة قلبية في منزله بمدينة تيغرا في بوينس آيرس، تاركاً خلفه إرثاً كروياً عظيم. وبدأت التكهنات حول وفاته ما إذا كانت طبيعية أم لا، حيث أشارت بعض الاتهامات إلى كثرة تعاطي مارادونا للأدوية التي قد تكون عجلت بوفاته. وكما هو معروف كان مارادونا يثق بطبيبه ليوبولدو لوك الذي يعرفه البعض على أنه من محبي مارادونا وليس كطبيب متكافئ. وبطبيعة الحال فإن الدواء الذي تناوله قبل عيد ميلاده 60 أصبح موضع تساؤل كبير، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك إلى أن مارادونا كان يعالج نفسه بنفسه، أي أنه استهلك الجرعات التي يريدها من العقار المهدئ وكان يشرب معه الخمر. وفي أعقاب ذلك أعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، كما شهدت ملاعب جميع البطولات في العالم دقيقة صمت قبل المباريات، وخيم الحزن على صفحات الأندية العالمية والعربية التي أبت إلا أن تشارك متابعيها صوراً وعبارات تخلد المراحل البارزة في مسيرة ديغو مارادونا. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى من جنازة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ديغو مارادونا، حيث أعلنت الرئاسة في الأرجنتين وصول جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى القصر الرئاسي تمهيداً لإقامة مراسم تشييع جثمانه وسط حشود كبيرة تجمعت لوداعه. صار موكب جنازة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ديغو مارادونا يواري الثرى في أحد مدافن ضواحي العاصمة بوينس آيرس. وكان جثمان مارادونا قد سجي في القصر الرئاسي الأرجنتيني منذ منتصف ليل الأربعاء الخميس، حيث تمكن مواطنوه من وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة على النجم الذي يعتبره أبناء هذا البلد الأول والأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة. كما تجمع الآلاف من محبي النجم الأرجنتيني خلال الأمسية بالقرب من ملاعب الأندية التي لاعب لها في بلاده في بوينس آيرس أرخنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وروزاريو نيو ييلز أولد بويز، وكذلك في لابلاتا،
حيث أشرف على نادي خيماناسيا قبل وفاته. وتجمع آخرون حول نصب أوبيليسكو في العاصمة، وهو مكان تقليدي للاحتفال بالأحداث الرياضية. ومن المفارقات الغريبة، تعرض عامل جنازة الراحل ديغو مارادونا للطرد من وظيفته بعدما التقط صورة سيلفي بجوار النعش المفتوح للأسطورة الأرجنتينية مع جثة النجم الراحل، لكنه اعتذر بعد ذلك وتوسل للجميع مسامحته، مضيفاً: قرار التقاط الصورة كان فورياً وعفوياً، لم يتم التخطيط له ولا حسبان عواقبه. رفعت رأسي وإبهامي، وفعل ابني ذلك مثل أي طفل يبلغ من العمر 18 عاماً. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول وداعاً يا أعظم من لمست قدمه كرة القدم.